مباركة طيبة إن شاء الله تبارك ديال هاد الزاوية ديال كلاكا باسم النقيب ديال الزاوية ديال خروجها بالمغرب وسادة الشرفاء الكلاكيين جميعهم بمغربية الصحراء واعتراف الدولة الأمريكية العظمى بمغربية الصحراء من طرف جلالة الملك نصره الله وحفظه وجلالة الملك اللهم احفظه يا ربي من كل سوء ومن كل مكروه اللهم احفظه في بلده وفي وطنه وفي شعبه بما حفظ الذكر الحكيم وأيده يد الجلال والإكرام بالعز والنصر والتمكين اللهم كن له وليا ونصيرا ومعين وظاهرين يد الجلال والإكرام اللهم احفظه في ولي عهده وفي سائر أفراد أسرته بما حفظت القرآن العظيم والله ينصر سيدنا والله ينصر الملك والله يحفظه إن شاء الله من كل سوء ومن كل مكروه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. القرار الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية لا يسع المرء إلا أن يشعر بالغبطة وبالسرور. هذا تكريس لمغربية الصحراء. مغربية الصحراء بالنسبة لنا كمغاربة وكزوايا مسألة لا تناقش، هذه من بين الثوابت التي لدينا. القرار جاء بفعل حين كتوى تدخل مولانا أمير المؤمنين عزه الله، ونحن بدورنا نؤيده، والحمد لله هذا يدل على الحنكة وعلى حكمة وتبصر جلالة الملك وعلى الجهاز الدبلوماسي الذي يعمل وفق إرادة الملكية السامية. بالنسبة لنا كزاوية من خلال هذه الأشكال التي قمنا بها اليوم عن طريق وقفات نعبر عن تأييدنا المطلق لهذا القرار، والذي يكرس مغربية الصحراء، والذي بحيث أن هذا القرار جاء من طرف أكبر وأعظم دولة في العالم، وستريه إن شاء الله قرارات أخرى و تأييد آخر من دول أخرى إن شاء الله بفضل تدخل جلالة الملك عزه الله ونصره. نحن نؤيد القرار ونحن وراء جلالة الملك حتى يتم استكمال الوحدة الترابية لبلادنا. وفي هذا الصدد نود أن نشير إلى أن جلالة الملك هو الحمد لله رئيس لجنة القدس وحريص على المصالح العليا للقضية الفلسطينية، وهو أمير المؤمنين، وهو الحمد لله أمير المؤمنين بالنسبة للمسلمين وبالنسبة لليهود كذلك والمسيحيين. ولا ننسى أن من أكبر الجاليات في دولة إسرائيل الجالية اليهودية. أمير المؤمنين بفضل هذه المهمة التي لديه سوف يكون إن شاء الله في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن مصالح الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني عاصمة القدس الشريف. السلام عليكم. استضيف بزاوية رزرازية مدرسة العتيقة القرآنية، نلتمس يعني صحراء مغربية، ونوجه الشكر على صاحب جلالة محمد السادس وجميع المغاربة ونشكر جميع المغاربة والأساتذة الفقهاء. نعترف أن الصحراء المغربية للمغرب كما نعترف ولاية أمريكية، ونوجه شكر على الفقهاء والمدير وكل مغاربة جميع المغاربة أن الذين يستحدثون بنا وعلى أحسن استقبال. ونوجه الشكر على الفقهاء والمدير وكل جميع المغاربة، شكرا جزيلا. الأغربية كأيد هذا الشيء سيدنا الله ينصره، الله يشد على ظهور الله ينصره ويعاونه.
وكنيدوا هذا الشيء على هذا الشيء اللي ديال الصحراء ان شاء الله. حنا فرحانين لهذا الشيء وكنيدوه الله ينصر سيدنا. الله الارض وما عليها لن نسمح شذرين من ارض الصحراء. الله صحراء مغرب دائما صحراء اولى صحراء اولى دائما. ونحن نعتني بمغربيتها والصحراء دائما لنا ولن نسمح لاي احد يترمى لنا في الصحراء ولن نسمح بحبه رمل في صحراء اولى.